الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. واشنطن تفرض عقوبات على 6 أشخاص و3 كيانات تنقل النفط الإيراني عبر سوريا. وقتل وجرحى في تفجير انتحاري بوسط العاصمة الأفغانية كابول. التاسعة مساء السابعة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع مروج إبراهيم. مروج، شكرا لك شادي. ومشاهدينا الكرام أهلا بكم. هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمة الإسلامية لمناسبة المولد النبوي الشريف. وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه في يوم مولدي من حرر العقول وأنار القلوب، فكانت حياته تاريخا حافلا من الجود والعطاء والتضحية لأجل الذين لم يولدوا بعد، ليخلد سيرة قائد عظيم ونبي محب كريم أشرقت الأرض بنور مولده فجاء رحمة للعالمين. دعا فضيلة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب إلى استمرار الجهود من أجل إنشاء تحالف الأديان والمعتقدات لتحقيق أمن المجتمعات وسلامتها ولصياغة منظومة أخلاقية عالمية مشتركة تحمي حقوق الأطفال والمرأة والشباب. وخلال كلمته أمام مؤتمر ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات بأبو ظبي، أكد الإمام الأكبر أن الإسلام له السبق في سن تشريعات هي الأشمل والأوفى بمصلحة الطفل وحقوقه، مشيرا إلى أن التشريعات الحديثة لا زالت في حاجة إلى الاهتداء بما نص عليه الإسلام والأديان عامة من حقوق الأطفال، رافضا القول بإباحة إجهاض الجنين المشوه، داعيا إلى إنشاء مؤسسات حديثة لإيواء الذين يولدون بعاهات وتشوهات. أكد مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام أن التعاون بين الدول في محاربة التطرف والإرهاب بات أمرا ضروريا وملحا، كونه لم يعد مقتصرا على دولة بعينها أو منطقة محددة، بل أصبح خطرا يهدد الجميع. جاء ذلك خلال استقبال مفتي الجمهورية وفدا بريطانيا رفيع المستوى برئاسة المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد، حيث بحث الجانبان أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء المصرية وبريطانيا، خاصة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والإسلاموفوبيا. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا إلى العاصمة البلغارية صوفيا في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وإجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن زيارة الوزير شكري تأتي لاستثمار الزخم في أعقاب الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء البلغاري بويكو يوريسوف إلى مصر في أكتوبر الماضي، والتي شهدت الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، مشيرا إلى الأهمية التي تليها مصر لتوطيد العلاقات مع شركائها في شرق أوروبا. ومن المقرر أن يلتقي شكري مع الرئيس البلغاري ورئيس الوزراء ووزيرة الخارجية. أيضا كشفت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد عن الانتهاء من مسح 10 ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. جاء ذلك خلال تفقدها نقاط المسح الخاصة بالمبادرة في محافظة الفيوم. أكدت الوزيرة أن هذا الرقم دليل على وعي المواطن المصري، مشيرة إلى مسح 1 مليون مواطن في الفيوم. الحملة بدأت والمستهدف 1,800,000 نسمة تقريبا، خلص منهم أكتر من 1 مليون. دلوقتي الناس انتقلت من مرحلة المراكز الثابتة لأنهم بدأوا يحركوا فرق برا المراكز علشان يجيبوا أكبر عدد. النتائج ظهرت والمعدلات الإصابة الحمد لله في حدود المتوقع، حوالي ما بتزيدش عن 4.5% معدلات السكر والضغط أعلى شوية، السمنة عالية. الناس النهاردة سبب الزيارة الرئيسي مش عشان أشوف المسح بس، عشان أشوف مرحلة العلاج، وإحنا في المرحلة الأولى لما تخلص هنركز في 9 محافظات المرحلة الأولى الفترة الجاية على إن كل واحد
تم تشخيصه انه عنده فيروس سي ان لازم نتاكد انه بدا العلاج. قال نائب مدير الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية جلال الشيشيني إن الرقم الذي تم التوصل إليه حتى الآن في المرحلة الأولى من الحملة مثالي جدا، مشيرا في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز إلى أن الحملة تستهدف متابعة المواطنين في المراحل المختلفة وتوفير العلاج ليس فقط الكشف على المرضى. المستهدف بتاع المرحلة الأولى 17 مليون، حققنا لحد دلوقتي منهم 10 مليون في 9 محافظات اللي هم المرحلة الأولى. إن شاء الله نلحق نكمل باقي المستهدف في خلال الأسبوع اللي جاي، وممكن نكمل إن شاء الله في محافظات المرحلة الأولى عشان نكمل الفحص لل 17 مليون مواطن في المرحلة دي. يمكن من أهم الحاجات هي اللي الناس هي اللي بتقول أهم الحاجات، المواطن لما بينزل ويطمن على نفسه ويكشف ويلاقي التحاليل والعلاج مجانا، هدف الحملة مش مجرد بس الفحص أو الكشف المبكر، هدف الحملة إن هي كمان بتوفر العلاج والمتابعة، إذا كان المريض نزل، إذا كان المريض ما نزلش، إذا كان خد العلاج وكمل جزء التحاليل والتقييم بتاعه ولا لأ، كل ده هو المميز في الحملة دي. قال محافظ القليوبية علاء مرزوق إن إجمالي المترددين من أبناء المحافظة للمشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية تحظى أو تخطى 2,180,000 مواطن، فيما أكد مدير مركز الكبد بمستشفى الحميات ببنها عادل تاج، أكد أن المبادرة جاءت لتخفف الآلام عن مرضى فيروس سي، مشيرا إلى أن المنظومة العلاجية للمرض تطورت بشكل كبير ولم يعد هناك معاناة في العلاج من المرض كالماضي. أنا الحقيقة شرفني وسعدت جدا 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 بأن ربنا سبحانه وتعالى كتب لي أن أنا أشارك في هذه الحملة، لأن دي تخفف العبء الضخم المهول عن مرضى فيروس الكبد سي اللي كان كامن في وسط الناس ولا يدرون عنه. أنا كطبيب وعشت الشغل ده عارف خطورة هذا الأمر من البداية للنهاية. المريض الواحد في حياته بيعمل جنبه 4 مرضى، الأعداد الكبيرة من البشر اللي طلع إن عندهم الفيروس اليوم دي لو كنا استنينا 5 سنين أو 10 سنين كمان كان هيتضاعف العدد ويبقى صعب جدا السيطرة عليه. فيروس سي اللي بدأ رئيس الجمهورية في إرسائها في خلال الفترة السابقة ده مشروع قوي جدا جدا جدا، وأهدافه تهدف إلى المسح الطبي لجميع المواطنين، وفي النهاية بنعرف نوصل للنسبة الحقيقية. شهدت مبادرة القضاء على فيروس سي واكتشاف الأمراض غير السارية بمحافظة البحيرة إقبالا من المواطنين على المبادرة بالرغم من العطلة الرسمية بمناسبة المولد النبوي. أقال المدير التنفيذي لمبادرة القضاء على فيروس سي بالبحيرة الدكتور مصطفى عبد المعطي في تصريحات لإكسترا نيوز إن عدد الذين تقدموا للفحوصات بالمبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن تجاوز 2,300,000 مواطن، لافتا إلى أن المستهدف بالمحافظة يبلغ 3,786,420 مواطن. العدد المستهدف للمبادرة حوالي 3,786,420، ده العدد اللي جاي من الوزارة، لكن احنا لغاية دلوقتي تم فحص حوالي 2,500,000 مواطن من خلال نقط الفحص في محافظة البحيرة. طبعا حضرتك احنا بنفحص عن فيروس سي والامراض غير السارية اللي هي الضغط والسكر وامراض السمنة، ودي ما بتقلش اهمية على فكرة عن مرضى فيروس سي. ده المواطن لما بنكتشفه اللي هو عنده مريض ضغط او مريض سكر بنعمل له الكارت الإحالة بتاعه، بيروح المستشفى المركزي اللي هي تابع له نقطة الفحص، بياخد العلاج مجاني وبيتعمل له فحوصات تانية، وبعد كده بيتعمل له قرار نفق الدولة عشان ياخد العلاج بتاع الأمراض المزمنة اللي هي الضغط والسكر. وعشان كده احنا بنقوله لازم المواطن يتأكد اللي هو يفحص فيروس سي، لازم يتأكد اللي هو يفحص الضغط والسكر، ولو عنده اي مشكلة في العلاج احنا بنحلها في وقتها وبياخد علاجه. جميع الفحوصات مجانية وبنأكد جميع العلاج مجاني. احنا متواجدين على مدار من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 9 مساء،
بنشتغل ايام العطلات. النهارده يوم عطله رسميه، الفرق بتاعتنا كلها موجوده في الوحدات الصحيه وفي المستشفيات، موجوده كمان في الميادين العامه. تنفذ مصر حاليا عددا من المشروعات الكبرى في كل المجالات تحقق من خلالها ارقاما قياسيه جديده. المزيد في سياق العرض التالي. Thank you.
تواصلت فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والذي تم إطلاقه تحت رعاية الرئيس السيسي بالجامعة العربية. وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز قالت مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة السفيرة ندى العجيزي إن الشراكة مع مصر كانت متميزة، مشيرة إلى أن التمويل المستدام كان من أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، وتم تخصيص أكثر من جلسة ومائدة حوار مختلفة له. الحقيقة أبرز الموضوعات اللي احنا بنتناولها هذا الأسبوع موضوع التمويل المستدام، وده موضوع هام جدا، والحقيقة فردنا له أكتر من جلسة وأكتر من مائدة حوار أو يعني ورشة أو ندوة أو مائدة حوار أو طاولة مستديرة. هذا الموضوع بنحاول ان احنا نتناوله من جميع الجوانب ونسمع وجهات نظر مختلفة، يعني نسمع من الحكومات ونسمع من القطاع الخاص ونسمع منهم سويا ونسمع أيضا من مؤسسات العطاء الاجتماعي. فهذا الموضوع من أهم الموضوعات. في موضوعات خاصة بالأمن الغذائي، في موضوعات خاصة بالأمن المائي، في موضوعات خاصة بالاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، أيضا موضوعات اللي بتتناول الشباب، موضوعات مهمة جدا وحضرتك شايفة طبعا أن في مشاركة كبيرة جدا من الشباب. أيضا موضوعات تتعلق بالقوة الناعمة، موضوعات تتعلق بالتأثير على المجتمعات وكأن ممكن الإبداع يكون له دور كبير في تنوير المجتمعات العربية. أغلقت في 8 من مساء اليوم صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية البحرينية في الخارج التي تجري بسفارة المملكة بالقاهرة. وقال وزير الخارجية البحرينية خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إن الانتخابات تمت في الخارج بسلامة وسلاسة وسط إقبال كثيف من الناخبين على التصويت، مشيرا إلى استقبال البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج لوفود المواطنين منذ الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء في 29 عاصمة ومدينة مختلفة حول العالم. قال سفير البحرين في القاهرة راشد بن عبد الرحمن الخليفة في لقاء خاص مع إكسترا نيوز إن سفارة المملكة تشهد منذ الصباح العرس الديمقراطي للانتخابات النيابية والبلدية، وأشاد السفير بمشاركة مواطني البحرين المقيمين في مصر في هذا الاستحقاق الانتخابي. يعني اتمنى لهم الكل مشاركة سعيدة في الحياة البرلمانية ولهم صوت في يعني في السياسة البحرينية والاقتصاد البحريني، وانا اعتقد ان يعني هذا الخط التي اخططت مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى حفظ الله ورعاه يعني ومشروع الاصلاحي وهذه اللبنة يعني المجلس النواب انعش الحياة البرلمانية يعني كثيرا في البحرين، ونتمنى ان تتقدم وتزدهر اكثر ان شاء الله في القريب العاجل. السفارة على قدم وساق منذ ايام ويعني لهذه الترتيبات، و يعني خلال الفترة الماضية كنا على تواصل دائم مع اللجنة العليا بالبحرين واستلمنا جميع الأوراق وجميع الأمور الخاصة بالانتخابات، والحمد لله مثل ما أنت شايف الانتخابات تجرى بكل شفافية وكل رحبة صدر، وأهلا وسهلا بالجميع إن شاء الله. أكد الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ إن الاستعدادات للانتخابات البحرينية النيابية والبلدية جرت حسب الشروط والقوانين. وأكد فولاذ في تصريحات لإكسترا نيوز أن العملية الانتخابية جرت بشفافية عالية ومشاركة كبيرة عكست وعي البحرينيين بأهمية المشاركة السياسية والمشروع الإصلاحي للبلاد. حقيقة نحن كنا متواجدين من الساعة 6:30 صباحا، وكنا مع الأخوة في لجنة الاقتراع والفرز، راقبنا وتابعنا معهم الاستعدادات، كانت استعدادات حسب الشروط والإجراءات والقوانين. الساعة 8 صباحا بالتمام وجدنا شفافية عالية، انسيابية واضحة، تنظيم ممتاز ومشاركة كبيرة، وهي تدل على مدى إيمان البحرينيين كجالية في جمهورية مصر العربية على إيمانهم بأهمية المشاركة السياسية وحق الانتخابي، وهذا يدل على الوعي وعلى إيمانهم بالمشروع الإصلاحي بجلالة الملك. طبعا خلال الفترة
كانت في كثير من التساؤلات والإيضاحات. الأخوة في لجنة الاقتراع والفرز كانت توضح كثير من المسائل. نحن كممثلين المجتمع المدني أربع جمعيات بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية تشارك كممثلين المجتمع المدني. عدد أعضاء المراقبين ككل 230 مراقب. نحن كجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان نراقب في مصر وكذلك في أبوظبي، ولنا تجربة من 2006. طبعا للشهادة أن كان في دعم كبير من اللجنة العليا ومن وزارة العدل من السلطة التنفيذية في إقامة في دعم المجتمع المدني في القيام بدوره، وحسسونا أن احنا شريك، وحقيقة نحن نشعر بهذا الشراكة. نحن نسجل طبعا بالإضافة للمواطنين، تلقينا كثير من الاستحسان والإشادة وكذلك من الارتياح. حقيقة في نفس الوقت نحن ننتظر الساعة 8 مساء لقلق الباب ونبدأ عملية الفرز. طبعا نحن راقبنا انتخابات عديدة في احدى دول العالم، وجدنا ان المستويات يعني مش مختلفة، بالعكس وجدنا ان مملكة البحرين خاصة في الانتخابات بالخارج تتسم بنفس القوانين ونفس المعايير الدولية. نعم، إذن لم ترصدوا أي خروقات هنا في هذه الانتخابات داخل سفارة البحرين في جمهورية مصر العربية، ولكن دعني أسأل، كان في عام 2014 كان هناك العديد من الحديث أو كثير من الحديث عن أن عام 2014 كان هناك زيادة عددية في أعداد الناخبين من عام 2010، فماذا عن 2018 وحتى اللحظة الآن، يعني تجاوزت الساعة السادسة وقاربنا على الانتهاء، فكيف تجد الأعداد الموجودة والتي تواجدت في هذا العام؟ حقيقة نحن لم نكن في 2014 في السفارة، كنا في المملكة المتحدة، بس من خلال الأخوة والتساؤل والاستفسار وجدنا أن في زيادة في هذا العدد، وبالفعل يعني الكم اللي لاحظناه كان يعني ازداد مع مرور الوقت، ولكن في نفس الوقت في أعداد كبيرة كذلك موجودة في البحرين راح تشارك من هذه العملية. نعم سيد فيصل، يعني ماذا لو تحدثنا عن الاختلافات فيما بين الناخبين من الشباب، النساء، الشيوخ الكبار في السن، كيف هو الاختلاف وكيف رصدتم هذه الاختلافات بين السادة الناخبين؟ طبعا في ملاحظة أن وجدنا مشاركة المرأة كبيرة، كذلك الاحتياجات الخاصة والشباب، الطلبة بشكل أساسي كان يعني عندهم التزام كبير ويعني يعبر عن مدى اهتمامهم في عملية أن يكون لهم دور في هذه العملية. دوركم يا فندم كمنظمات مجتمع مدني ومنظمات تراقب العملية الانتخابية أثناء العملية الانتخابية داخل البحرين بإذن الله. طبعا نحن إن شاء الله يعني تاريخ 24 230 مراقب، مجتمع مدني حي، والإعلام وسائل الأنباء العالمية راح تكون مشاركة، فأعتقد أن يكون من عرس ديمقراطي.
عقد العاهل الأردني عبد الله الثاني جلسة مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الأردنية عمان. شملت المباحثات القضايا ذات الاهتمام المشترك كالاستثمارات والتعاون والقضايا ذات البعد الإقليمي والدولي، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحرب على الإرهاب. ومنح العاهل الأردني وسام الحسين بن علي إلى ولي عهد أبو ظبي تقديرا لدوره في تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين. قبل الرئيس العراقي برهم صالح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد، وقالت رئاسة الجمهورية العراقية إن اللقاء يأتي من أجل بحث الأوضاع السياسية ومستجدات استكمال تشكيل الحكومة. قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن العراق بدأ يستعيد عافيته وإن دوره سيكون أكبر ومحوريا في المنطقة. وخلال استقباله للمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أكد عبد المهدي أن سياسة العراق الخارجية تتمثل بأن يكون على علاقات جيدة مع جميع الدول، مشيرا إلى حرصه على تنفيذ ذلك. من جانبه أكد بوغدانوف حرص روسيا على عمق العلاقات مع العراق والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. تصدى الجيش السوري لمحاولات تسلل إرهابيين باتجاه نقاطه العسكرية وعدد من القرى والبلدات الآمنة في ريفي حماة وإدلب. أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن وحدة الجيش وجهات وجهت ضربات مركزة بالمدفعية الثقيلة على خطوط إمداد المجموعة الإرهابية المتسللة، ما أسفر عن مقتل العديد منهم وتدمير عدد من السيارات والآليات. اتهم وزير الاعلام اليمني معمر الارياني ميليشيا الحوثي بخرق الهدنه في الحديده، وذلك على خلفيه الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والحوثيين بعد محاولتهم التسلل والتقدم باتجاه مواقع تمركز الجيش. وقال الارياني انه بعد مضي ساعات على البيان الذي اطلقته الميليشيات الحوثيه معلنه وقف اطلاق الصواريخ البالستيه، وجهت عناصرها احد الصواريخ باتجاه الاراضي السعوديه. وكان مشروع قرار قدمته بريطانيا حول اليمن إلى مجلس الأمن قد طلب بهدنة فورية في الحديدة بهدف إزالة كل الحواجز وإيصال المساعدات الإنسانية. أعلنت كل من السعودية والإمارات تخصيص 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في اليمن، كما أعلنت إطلاق مبادرة للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن لرعاية نحو 12 مليون مواطن يمني. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث أكد المشرف العام على المركز عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن السعودية تدعم دوما أي حل سياسي في اليمن. الأهم لدينا أولا هو الوصول للمحتاجين. كما استمعتم هنالك ما يقارب 10 إلى 12 مليون من الشعب اليمني الشقيق بحاجة إلى الغذاء، كما ذكرت معالي الوزيرة ريم الهاشمي أن هنالك احتياج للأطفال، للنساء، للحوامل، و سوف ننسق مع المنظمات الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني اليمني
لمن يستطيع الوصول لهؤلاء المحتاجين. الهدف ليس توزيع المبالغ، الهدف هو الوصول إلى الشعب اليمني وسد هذا الاحتياج، لأن الهدف إنساني بحت وهو رفع المعاناة. تجري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مباحثات غدا في بروكسل مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بشأن بريكزيت، ومن المتوقع أن تستكمل الدول الأعضاء في الاتحاد عملها على صياغة الإعلان السياسي بشأن العلاقات المستقبلية للتكتل مع بريطانيا بعد الخروج. وسيرفق الإعلان باتفاق خروج بريطانيا الذي يأمل زعماء دول الاتحاد أن يقروه في قمة يوم الأحد المقبل والتي ستحضرها ماي. قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا انتهكت حق صلاح الدين ديمرتاش الرئيس السابق لحزب موال للأكراد في محاكمة سريعة. وأدانت المحكمة تركيا لاعتقالها القيادي الكردي، معتبرة أن ذلك يهدف إلى خنق التعددية، وطالبت بإطلاق سراحه فورا. وصدر حكم على ديمرتاش أحد أشهر الساسة الأتراك بالسجن لأكثر من 4 سنوات في سبتمبر الماضي لاتهامات تتعلق بالإرهاب، بعد أن أمضى قرابة عام في السجن أثناء محاكمته. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكا راسخا للسعودية. وأشار الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض إلى أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض. وهاجم ترامب في بيانه إيران التي وصفها بأنها أكبر راع للإرهاب في العالم، وأنها المسؤولة عن حرب دموية بالوكالة ضد السعودية في اليمن، وتزعزع الجهد الديمقراطي الهش في العراق، وتدعم حزب الله في لبنان. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 أفراد وثلاثة كيانات لتورطهم في نقل شحنات نفط إيرانية عبر سوريا. والأفراد المدرجون في بيان الوزارة هم إيرانيان وروسي وسوري وعراقي ولبناني. واثنان من الكيانات المشمولة بالعقوبات مقره بها روسيا، والثالث في إيران. تستهدف العقوبات الأمريكية شبكة إيرانية روسية تلتف على العقوبات النفطية على إيران، وتستخدم شركة للأدوية لتهريب ملايين براميل النفط إلى سوريا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن دكتور عاطف عبد الجواد المحلل السياسي. دكتور عاطف، بعد التحية، إذن عقوبات جديدة تفرضها واشنطن على مجموعة من الأشخاص والكيانات لالتفافهم على العقوبات المفروضة على إيران وتهريبهم براميل نفط مستخدمين شركة أدوية وهمية، ثم يخرج هذا النفط متجها إلى سوريا ومنها إلى أماكن عدة. ما طبيعة هذه العقوبات؟ هذه العقوبات تشمل عددا من الأفراد، تشمل مسؤولين في البنك المركزي الإيراني، تشمل مواطنا سوريا أيضا يتواطأ معهما، تشمل شركة روسية اسمها Global Vision Group، وشركة إيرانية طبية تستخدم كواجهة لتوريد النفط. إذن أهمية هذه العقوبات في أنها تتزامن الآن مع عقوبات أوروبية فرضها الاتحاد الأوروبي الآن مع ضد إيران. يعني أوروبا كانت إلى وقت قريب تعارض فرض عقوبات على إيران، اليوم بسبب اتهامات موجهة ضد إيران بترتيب تفجيرات في باريس وفي الدنمارك، أوروبا بدأت يعني تخرج عن تأييدها أو وقوفها مع إيران. إذن مزيج من العقوبات الأمريكية الجديدة وعقوبات بداية عقوبات أوروبية، هذا بدون شك
سيترك أثرا أكبر على الاقتصاد الإيراني. لكن يعني من بين هذه العقوبات هناك فرد روسي وهناك يعني بعض الشركات أو الكيانات أو كيانان هم مقرهما في روسيا كما ذكر دكتور واشنطن. هل دكتور عاطف هل ترى إنه هذه العقوبات المفروضة على جهات روسية يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في العلاقات الأمريكية الروسية خصوصا قبل اللقاء المرتقب يعني أو القمة الأمريكية الروسية المرتقبة؟ نعم بدون شك، ولكن هذا النوع من التأييد الروسي الإيراني مستمر والولايات المتحدة تدرك أنه قائم على مستويات عديدة، وحتى الآن لم تؤثر العلاقات الإيرانية الروسية الوثيقة على الخلافات القائمة بين روسيا والولايات المتحدة بالفعل، أو حتى على مجالات التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا. إذن هذه مسألة تقول الولايات المتحدة إنها تتوقعها وتتعامل معها، ولكن لن تؤثر كثيرا على مستوى استراتيجي على العلاقات الأمريكية الروسية. طيب يعني دعنا نتحدث بعض الشيء عن إيران نفسها. هذه العقوبات هي المفترض أنها جزء من سلسلة من الإجراءات التي تحاول أمريكا خنق إيران بها يعني إعادتها عن المسار الذي ترى أمريكا أن إيران تنتهجه في مسألة عدم التزامها بالقرارات الدولية فيما يتعلق بالأنشطة النووية وأيضا الأنشطة الداعمة للإرهاب في المنطقة. هل ترى أن كل هذه العقوبات تجدي في سبيل يعني إيجاع أو إنزال قرارات أو إنزال ظروف موجعة بالنسبة لإيران؟ على المدى الأطول نعم، على المدى المتوسط والمدى الأطول نعم، على المدى القريب في المستقبل القريب لا، لم تؤثر كثيرا، لأنه إيران لديها ما زال لديها مخزون من العملات الصعبة في البنك المركزي الإيراني يمكنها أن تستخدمه للبقاء على قيد الحياة اقتصاديا لفترة من الزمن. ولكن على المدى المتوسط والمدى البعيد نعم، هذه العقوبات سوف تؤتي ثمارا، ليس الهدف منها في الواقع تجويع الشعب الإيراني، لأن هناك استثناءات للسلع الإنسانية التي يحتاجها الشعب الإيراني، ولكن الهدف في الواقع هو بذل ضغوط قصوى على الحكومة الإيرانية على الزعامة الإيرانية لكي تدخل في مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة وأوروبا أيضا بهدف التوصل إلى اتفاق أوسع من الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة وغير راضي عنه بالتأكيد. شكرا جزيلا لك سيد عاطف عبد الجواد المحلل والكاتب السياسي، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن. لقي أكثر من 40 شخصا مصرعهم وأصيب 80 في انفجار انتحاري وسط العاصمة الأفغانية كابل. وقال مسؤولون أفغان إن الانفجار وقع خلال تجمع كبير ضم جمعا من كبار العلماء بقاعة مناسبات أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. أعلن رئيس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية دكتور مصطفى مدبولي تخصيص 464 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وأشار في بيان له أن المشروعات الجاري تنفيذها تتضمن إنشاء محطات وشبكات وخطوط للمياه لخدمة منطقة شارع 90 ومشروعي مدينتي والمستقبل وامتداد جنوب المستثمرين ومنطقة شمال طريق العين السخنة. وقع رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش 3 عقود مع مستثمري المنطقة الشمالية تابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد. قال مميش إن الهيئة الاقتصادية للقناة تعمل على دعم المستثمر الجاد وتسهيل كافة الإجراءات وأيضا حل الأمور العالقة معه، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع المستثمرين المحليين والأجانب للتوسع في استثماراتهم القائمة بالمنطقة بتوازي مع إجراء التسويات معهم.
أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتورة صحر نصر أن محور قناة السويس بوابة لسوق ضخمة يخدم 100 مليون مستهلك مصري ومليار و200 مليون إفريقي و400 مليون عربي. وخلال زيارة وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأنفاق الجديدة للقناة وميناء شرق بورسعيد، أكدت نصر عمل الدولة على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى لتلبية احتياجات المواطنين وخلق فرص عمل للشباب والمرأة. من جانبه قال رئيس وفد البنك الآسيوي شيجين شين إن مصر أول دولة غير آسيوية يزورها مسؤولو البنك، مشيرا إلى عزم البنك ضخ استثمارات جديدة في مشروعات البنية الأساسية بقناة السويس. تأهل اللاعب المصري محمد الشربجي إلى الدور الثالث لبطولة هونغ كونغ المفتوحة للسكواش، إحدى البطولات السبع الكبرى البلاتينية، وذلك بعد فوزه على الأسترالي رايان كاسكيلي بثلاثة أشواط نظيفة. وسيواجه الشربجي الإنجليزي توم ريتشاردز في الدور الثالث. وفي منافسات السيدات تأهلت اللاعبة المصرية نور الشربيني إلى الدور الثالث لبطولة هونغ كونغ للسكواش بتغلبها على البلجيكية نيلي جالس بثلاثة أشواط نظيفة. وستلعب الشربيني أمام الأمريكية أماندا صبحي غدا الأربعاء. ختم النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. واشنطن تفرض عقوبات على 6 أشخاص و3 كيانات تنقل النفط الإيراني عبر سوريا. قتلى وجرحى في تفجير انتحاري وسط العاصمة الأفغانية كابول. مشاهدينا الكرام، كانت هذه كل أخبارنا للساعة، لكن دوما يمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا لكم ودمتم بألف خير.